Kudüslü Riyad Sehleb yok olmaya başlamasına rağmen yorgancılık mesleğini koruyor. Ana min sugri min bidayet 11 sene tariben inzilt ala sala hadi ve iştagalt. İlan umri 75 sene. Yani akter min 60 sene ve ana şagal fi hadi'l mehne inşallah. Mehnetna tencid. في الزمن القديم كنا نطلع البيوت يعني أخذ أنا العدة الأوس هذا والمضرب وأخذ المتر وأخذ الدراع وأخذ القماش نطلع البيت نجد في البيوت. طبعا هذا المحل اللي انا فيه هلا هذا بعد 67 سنه قبل ما قبل 67 كنا فاتحين محل في حاره اليهود حاره الشرف تحت فصار الحرب يعني وصارت 67 طبعا اجوا اليهود واطلعونا من هناك وانتقلنا على هون وجينا واحنا لغايه الان الحمد لله احنا مستمرين فالايام هذه بهذا الوقت ما فيش شغل كثير يعني الشغل تقريبا بدك تقولي يعني كأنه انقرض الشغل اللي احنا كنا نشتغله. كان اخوتي موجودين يشتغلوا كلهم تركوا المهنة هذه ما في ولا اي انسان في القدس بيشتغل بهالشغل هذا الا انا الوحيد اللي بشتغل الشغل هذا. المهنة هذه كتير أنا بحبها وكتير عزيزة علي لأنه من بداية صغري حبيت الشغل هذا ولا يزال أنا مستمر فيه ما حاولت أنه أترك أو يوم أتقاعس أو أنه يوم أضل في البيت قاعد لأ